بالحبر الجديد مع صحف ومواقع عربية وعالمية في عناوين الميادين نت مع كل جديد. وفي الحدث هذا اليوم لقاء بوتين وتشي يترجم طموح الشراكة الاستراتيجية إلى اتفاقيات عملية، ورئيس الوزراء الياباني يحط فجأة في كييف زخم رسائل وسط التحولات الجيوسياسية، مع الخبير في الشؤون الروسية أديب السيد. بالحبر الجديد يأتيكم الساعة 11 قبل الظهر بتوقيت القدس الشريف.